حياكم الله at the third edition of the Red Sea International Film Festival. ٣٣٠ فيلم سينمائي من 77 دولة وبأكثر من 47 لغة، 35 عرض عالمي أول و20 عرض عربي أول، وأكثر من 60 عرض أول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كل ده في 10 أيام من المتعة والبهجة والسينما والقصص النادرة التي لن تروى بعد. في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية. نجوم عالميين كتير جدا حضروا افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الريد سي. نجوم كبار زي جوني ديب وويل سميث وميشيل ويليامز وشارون ستون. Well, thank you for being my fans. Thank you for inviting me here. I'd love to come back again. كمان النجوم الأتراك المحبوبين في العالم العربي زي هاندو أرتشل وبراك أوزجيفيت كانوا موجودين. والنجم الهندي طبعا نجم بوليوود رانفير سينغ. من بين النجوم العرب كان في عدد كبير من النجوم، لكن أبرزهم كان المكرمين النجم السعودي عبد الله السدحان والنجمة المصرية نبيلة عبيد. أولا سعيدة جدا جدا، مش سعيدة، سعيدة كلمة تقليدية، ولكني مبسوطة. قدراتنا ما بتقل عن غيرنا، لقدر نعمل مهرجانات بهيدي الضخامة بهيدي الجمال، نجمع فيها نجوم من كل أنحاء الوطن العربي ومن أنحاء العالم كمان. حقيقة مهرجان فتح أبوابه للمبدعين، اليوم نشوف فيلم سعودي في الدورة الثالثة. شكرا. صاروا كل الـ international stars عم يجوا لهون على الوطن العربي، فمبسوطة كتير إنه عم نقدر نشوفهم هون. مو على تركيا of course is pushing so amazing things worldwide and he's working so hard with his whole team. للمرة الأولى في مهرجان الريد سي يفتتح المهرجان بفيلم سعودي وهو فيلم حوجن، وهو من بطولة براء عالم ونور الخضراء. شهرين التصوير بس مع التحضير يمكن 3 شهور، بس إن شاء الله يا رب فيلم يطلع على قد التعب ويعجب الناس يا رب. خايفة؟ ليش؟ أنت تخوف؟ مهرجان الريد سي مش بس منصة لعروض الأفلام، لكنه منصة مهمة لصناعة السينما بشكل عام. في سوق أفلام بيتقابل فيه المنتجين مع صناع السينما ويناقشوا مشاريع بتتحول لأفلام بتحقق نجاح كبير جداً. كمان في جلسات حوارية يومية مع عدد كبير من النجوم، والسنة دي هيكون في جلسات مع ويل سميث ومع نجوم عرب زي ياسمين صبري وأمينة خليل وظافر العبدين وإبراهيم الخير الله. محفل عالمي جميل، يعني كلنا نفخر فيه ومهم جداً نكون متواجدين فيه. تابعونا يوميا في تغطية خاصة ولقاءات حصرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فقط على سيدتي.